في التمبل في الستيجز اللي احنا بنعملها في التمبل في، في الاول بنبدا مع التشايلد باسيف ويفضل ان احنا نشجعه ان هو يعمل حركه اكتيفلي. اوكي طيب ايه هي الستيجز؟ ستيج 1 بتبقى جاست موفمنت اوف ذا هيد، ستيج 2 is called homolateral stage، ستيج 3 is called contralateral stage، ستيج 4 بيبقى creeping، اوكي ستيج 5 walking. هنشوف كل ستيج بتمشي ازاي او بتحصل ازاي. تمام ستيج 1 just turning the head from side to side. next and maintain from 20 to 30 seconds. next next okay this is called stage 1 تمبل في. ممكن يعمل حركه اكشن مجرد بس ان هو بيسيبه خالص، وممكن انك تجيب حاجه اتراكتيف للتشايلد وتخليه يلف يمين وشمال. اوكي بعد كده نيجي لستيج 2. ستيج 2 بتبقى الحركه زي ما قلنا هومولاترال. يعني هومولاترال لما بيلف راسه في اتجاه خلاص دايما الابر لمب سواء كان في ستيج 2 او 3 بيبقى فليكسد كده. تمام انما في ستيج 2 بيبقى هومولاترال، اللي معناها يبقى فليكشن في نفس السيم سايد والسايد اللي عكسه اكستنشن. خلاص يعني الاثنين دول هيبقوا فليكشن والاثنين دول هيبقوا اكستنشن. انما في ستيج 3 قلنا دايما الابر لمب يبقى فليكسد ناحيه الفيس سايد، انما اللمب اللي في نفس السايد هيبقى احنا قلنا كونترالاترال، يبقى هيبقى عكسه، يبقى ده فليكسد هيبقى ده اكستندد. خلاص والعكس ده فليكسد وده اكستندد. طيب لازم نعرف الاول يعني ايه فليكشن يعني اكستنشن. فليكشن يعني اللمب في الابر لمب وضعه البوزيشن بتاعه كده، فليكشن في الشولدر والالبو والريست والفينجرز. اوكي ان اكستنشن يعني معناها ان اللمب الشولدر بيبقى اكستندد والالبو بيبقى اكستندد والفينجرز والريست بيبقى اكستندد بالشكل ده. يعني كده وريني كده يا احمد، وريهم فليكشن واكستنشن بايد الثانيه. ايوه اوكي ده فليكشن اوكي وده اكستنشن. اوكي انما في اللور لمب بيبقى شكل الفليكشن ازاي؟ فليكشن في الهيب والني اوكي واكستنشن في الهيب والني بالشكل ده. وريهم كده يا احمد، فليكشن اند اكستنشن. تمام طيب تعال نشوف بقى كل ستيج اللي هي ستيج 2 وستيج 3 بتتعمل ازاي. ستيج 2 نيكست تمام، يبقى انا اعمل فليكشن هنا ناحيه الفيس سايد. اوكي دي البدايه، وبدل احنا في ستيج 2 يبقى نفس السايد هيبقى ايه؟ هيبقى نفس الاكشن، والناحيه الثانيه هيبقى اكستنشن عكسهم بقى الاثنين اكستنشن. اوكي ذيس از هومولاتر ويتش از ستيج 2. تمام نيكست تمام، عشان ناحيه الفيس سايد الابر لمب هيبقى فليكسد واللور لمب هيبقى فليكسد ذا سيم سايد، قلنا عشان ده هومولاترال ستيج 2، والاذر سايد هيبقى عكسهم هما الاثنين هيبقى ايه؟ اكستندد. نيكست عمل اكستنشن في الهيب كمان لورا. ايوه نيكست نيكست اوكي ذيس از ستيج 2. تعال نشوف ستيج 3 بقى، هيبقى نفس الفكره بس يبقوا عكس بعض. اوكي ستارت هيبقى فليكشن هنا، مش ده بقى مش هيبقى فليكشن زيه، هيبقى عكسه بقى، هيبقى اكستندد كونترالاترال مش هومولاترال. وانا يبقى ده اكستندد يبقى ده فليكسد وده ايه؟ اكستند. الموضوع محتاج بس كوردينيشن، هتلاقي نفسك بتشتغل لوحدك زي ما نشوف كده. نيكست اوكي عكس بعضها، ده فليكسد وده اكستندد، ده فليكسد عشان ناحيه الفيس سايد، ده اكستندد وده عكسه فليكسد اكستندد. نيكست نيكست اوكي ان ستيج 3 وي انكرج الشايلد ان هو تو كريب. ممكن نجيب زي رول كده ونخلي الشايلد ان هو يزحف عليها، وتبقى الحركه ازاي؟ برضه نفس الحركه اللي هو بيعملها في ستيج 3. هيعمل ازاي؟ يعني هيعمل تيرنينج الهيد ناحيه، فهيعمل فليكشن في الابر لمب ده، والابر لمب ده هيبقى اكستندد، والابر لمب ده هيبقى فليكسد وده هيبقى اكستندد. اوكي ده لما هيعمل كريبنج، وبعدين هيلف راسه الناحيه الثانيه، فهيبقى الابر لمب ده فليكسد وده اكستندد وده هيبقى فليكسد وده هيبقى اكستندد. تمام بالنسبه لك ده ستيج 4. اوكي في ستيج 5
بيبقى ووكينج ريسيبروكال، يعني زي مشية العسكري بالظبط. الابر ليمب اليمين هيبقى عكس الابر ليمب الشمال، يعني لو انت هتعمل فليكشن في الناحيه اليمين يبقى اكستنشن في الناحيه الشمال، والعكس في الناحيتين. شكرا.